وما عملت فورماسيون قلت بيجو، لقيت رسم على جميع المحامل، عملت بيجو، عملت رسم، عملت فوسي، فوسي يعني، وقيت في حتى في الزيت في الزيوت العطرية والطبية، وقيت هنا في شبدة نتاع التعقيم في شارع سي المنصف، وعملنا تكوين وبدينا في الشهادة، وكل ما يحصل لنا حاجة نمشي نقراها، وقيت في بنزرت ثلاثة شهور زاد صار في التقدير الأحشاب الطبية والعطرية، عندي رغبة شيكة وكل شيء، وتبارك الله ولادي كبرت، نحب أنا نتعلم كل شيء، أنا يعني كيما قلت توا عندي فراغ نحب نفيد روحي ونفيد الناس. ونعمل فورماسيون حتى بعد ساعات يعني جراتويت، مرحبا بهم اللي يتعلموا كل شيء حالة خاصة وكل شيء، نعلموا من غير حتى يعني كيما نقولوا نحن أنا ماذا بيا بنات تونس وكل شيء والشباب يلقى حاجة يخدمها، ونعطي النصيحة، نحن الافتتاح عملناه في ديسمبر، وبقى عادي يتعرف بشوي بشوي البلاصة نتاع المقر في شارع فرنسا بجنب اتحاد المرأة وبين البيهاج وكل شيء، نحن عندنا فضاء اسمه حلمة نور، أنا ماذا بيا وكل مرأة وكل شيء، نحن من أي حاجة نصنع حاجة، نقول لك نحن من أنا كنت قبل في جمعية سلاح راي، نقول من منتج نصنع بقال، يعني من لا شيء تصنع شيء، يعني المرأة ما تقعدش مكتفيها وتستنى شكون باش يمدلها، يعني أبسط حاجة تنجم تدخل بها موارد رزق للدار، هذه هي، يعني نحن شنو المنتج؟ يمكن نعملوا به الحصيرة، شنو البقال؟ اللي نقدموا به الختام تاع الكسكسي، يعني من أبسط حاجة نصنع حاجة، نحن اللي يحب يعني يخدم ويدخل حاجة لداره من أي من لا شيء يدخل شيء.